ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثقته مواطنة، ويظهر من خلاله ما وجدته سيدة حينما كانت تطهو الأرز، حيث وجدت مادة غريبة في جنابات وعاء الطبخ، وكأن الأمر يتعلق بورق بلاستيكي. فيما تباينت الآراء بين النشطاء بخصوص هذه المادة، فمنهم من قال أن الأمر لا يدعو للقلق باعتبار أن المادة الموجودة هي فقط ناتجة عن تسخين نشا الأرز، وبالتالي فإنها مادة طبيعية، وبين من قال أنه تمت إضافة مواد أخرى غير طبيعية، حيث حذروا من عدم استهلاك أي مواد مشكوك في أمرها.